درجة الأستاذ هناك لجنة وطنية تستقبل طلبات أو ملفات الأساتذة وأيضا تدرسها بناء على شبكة يعني سويفون غري، هذه لا غري فيها جانب بيداغوجي وفيها جانب البحث وفيها جانب الإدارة وهكذا، كل واحدة عليها نقطة. ثم عندما يصل الإنسان إلى المعدل 50 من 100 يعني 10 على 20 يعتبر ناجح، عندما يأخذ على المعدل يعتبر ناجح. نفس الشيء الآن هذا لا غري أو الطريقة الجديدة بالنسبة للتأهيل ستتم على مستوى الندوات الجهوية، هناك 3 ندوات جهوية، كل ندوة من هذه الندوات سيعين على مستواها لجنة جهوية للتأهيل، يعينها وزير التعليم العالي لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد. يعني كل ندوة راح يكون فيها فيها لجنة مدة صلاحيتها 3 سنوات ثم تجدد كل 3 سنوات، هي التي تقوم بدراسة الملفات تاع التأهيل. وبالمناسبة الملفات تدرس كل 6 أشهر، والأستاذ الذي لا ينجح لسبب من الأسباب في عندما يقدم له الحق.